السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أزول في الله يا جماعة الخير يا الحباب، كيف الحوال؟ يقولوا بالأمازيغية تامر ثنغ، وبالعربية يسموها بلادنا. هذه البلاد دي كاع الأمازيغ نتاع شمال إفريقيا يقولوا تامر ثنغ، يعني من سوى الجزر الكناري لغة واحدة. ولكن اليوم كي نشوفوا حكام شمال إفريقيا، هذا الحكام اللي سمحوا لي على هذه العبارة، على كل حال رايح نقول واحد الكلام ربما ما يعجبش البعض. شفتوا واحد يسكن فوق هذا الأرض في تامر ثنغ ويتنكر الأرض اللي زاد فيها، وزادوا جدادوا فيها، وهذه اللهجة أو اللغة اللي ربما أنا قلت كلمة منها لبعض الحكام اللي دخلوا في محاربة أصلهم ومحاربة هويتهم بدعوى أنهم مسلمون ولغة القرآن هي العربية، ونسوا من كثرة حبهم للإسلام نسوا أصلهم وهويتهم ودخلوا في لعبة هؤلاء الأعراب. هذا ما يريده الأعراب لشمال إفريقيا، أدخلونا في فتنة مورا فتنة منذ 14 قرن، وحنا نتصارعوا ونطرحوا هذا السؤال الكبير: شكون احنا؟ من هو ذنكي؟ هذه بالأمازيغية شكون أنا؟ عاودوها معايا اللي ما يعرفهاش. من هو ذنكي؟ من أنا؟ من أكون؟ كيف كنت وكيف أصبحت؟ هؤلاء الأعراب اللي ذكرهم ربي في القرآن: إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يعني وما زالوا هذا الحكام نتاعنا اللي ربما أغلبيتهم أمازيغ، أغلبيتهم أمازيغ، ولكن خضعوا لهؤلاء الأعراب جسد أمازيغي ولكن التفكير تاعو أعرابي، كما هاد الحكام تاعنا عندك تبون وشنقريحة وهاد الجنرالات وهاد الحكام تاع العرب، يعني هما أمازيغ جسد أمازيغي وتراب أمازيغي ولكن المخ تاعو أعرابي، يفكر كما الأعراب. وبعد الطوفان ما يهمهمش مستقبل تمازغة بيسرها، ما يهمهم حتى حاجة إلا مصالحهم وإلا فروجهم وإلا بطونهم كما يفكروا الأعراب. ونذكركم بالمقولة هذه، قالها واحد يعني حاشاكم وحاشا قدركم، قال لك: لو وجد النكاح في المريخ لكان العرب أول من صانع الصواريخ. هذو هما العرب، هذو هما الأعراب، عقلهم فروجهم وبطونهم وعملتهم وخيانتهم لأصلهم. علاش راني نطرطق كما البلوط كي نشوف أنا وحدة من المساجين؟ يا عجبة، واحدة من المساجين مسجونة ومضربة عن الطعام منذ 12 سبتمبر 2022، ورانا اليوم 28 سبتمبر. هذه المرأة الخلوقة، هذه المرأة المناضلة المسالمة، وهي ترأس هذا المؤتمر العالمي للأمازيغ، هو تنظيم معترف به دوليا في اليونسكو وفي الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان، وبالرغم من هذا تسجن هذه المرأة لأنها
طالبت تحت راية هذا العالم الأمازيغي اللي منبوذ حتى في الملاعب الجزائرية، في خطة سرية لمنعه من دخول الملاعب الجزائرية لتذكير بهويتنا الأمازيغية. إذن هؤلاء يعملون ضد توحيد الأمازيغ تشامي إفريقيا. إذن هؤلاء هم عملاء عند الأعراب لتفتيت هذه الأمة التي تريد أن توحد نفسها عبر هذا المؤتمر الأمازيغي العالمي لتخلق في جزر الكناري منذ 1997. وهذا العالم هو يرفرف من بين الأعلام العالمية في الأمم المتحدة، معترف به دوليا، ولكن منبوذ من أبناء جلدته، هؤلاء الذين تشبعوا بهذا الفكر العروبي القومي تاع ميشيل عفرق المسيحي. يا للأسف، يا للأسف، وهذا من صالح الحال يقولوا أب الوطنية هو اللي زرع فينا هذا الفيروس، وقبله زرعه الأعراب منذ 14 قرن. هؤلاء الأعراب الذين تنقلوا إلى شمال إفريقيا وبدأوا يزرعون عبر المنابر التي اعتلوها باسم الدين، استغلوا الدين كورقة رابحة لهم ليستقروا فوق هذه الأرض التي ليست أرضهم، وعبر التاريخ هي أرض أمازيغية لم تتحرك وشعبها لم يتحرك، ولكن بسجن هذه المناضلة هي ضربة قوية لكل أمازيغ شمال إفريقيا، وهذه إهانة لهم، لهؤلاء الأمازيغ الذين تنكروا لأصلهم. والله إن هذه بين قوسين، يعني هذا الجنرال حفتر اللي راه في قسم ليبيا وحب يسيطر على السلطة في طرابلس وراه يوجد روحه، وحتى راه يحشد في القوات نتاعو على الحدود الجزائرية. هذا اللي ولدوا هما أمازيغ، هذا جنرال حفتر شكونه؟ أمازيغي، ولكن برغم من تشبعه بهذه القومية العربية يريد إحياء قدافي ثاني على رأس ليبيا بقوة السلاح ليدفع بالأمازيغ للاقتتال فيما بينهم، كما هؤلاء الحكام يدفع بأمازيغ المغرب والجزائر للتقاتل فيما بينهم. هؤلاء الأعراب الذين غرسوا فينا هذا السم المدسوس، السوسة المدسوسة هذه، هي كل جنرال أو كل موظف سامي في الدولة أو حاكم يتبنى هذه الأفكار تاع القومية العربية فهو عميل لهؤلاء الأعراب، وهم يجسدون برنامج الفتنة وبرنامج التفرقة وبرنامج الاقتتال، يعني كل شيء مبرمج. لهذا أنا حبيت ندير هذا الفيديو كتضامن لصالح هذا السيدة المسجونة، ونتمنى أن يطلق سراحها في القريب العاجل، لأنها امرأة مسالمة مثلها كبقية المسجونين الآخرين، لا أفرق بينهم على كل حال. وربما النظام الجزائري جاءه إنذار عبر إرسال الأمم المتحدة لممثل مجلس حقوق الإنسان لكي يزور يوم 25 سبتمبر، ما عندهاش بزاف، قبل 3 أيام جاء ورفضت زيارته وأجلت إلى شهر ديسمبر. لماذا؟ لأن بدأت الآلة الأممية تتحرك ضد النظام الجزائري، وإحنا نصحناه في سبيل الله على كل حال. كلامنا مسجل بالصوت والصورة لعله يتعظ، ولكن مازال ماشي في العمان تاعو. هاد المسجونة اللي سجنوها وراهي مضربة عن الطعام مثلها مثل بقية المسجونين الذين هم كذلك، بعضهم ليس كلهم، في إضراب عن الطعام. وأنا أطرح سؤال بسيط لكل الجزائريات وكل الجزائريين يا جماعة، هذا العنصرية وهذا الراسيزم المتفشي في نظام الحكم في الجزائر ضد كل ما هو أمازيغي، وبالأخص ضد كل ما هو قبائلي، ضد كل ما هو قبائلي، وما حتى أضع فرق أو مفارقة بين سجن هذه المناضلة هذه لترأس التنظيم العالمي
الدولي الأمازيغي أو المؤتمر العالمي الأمازيغي، هذه كاميرا نايت سعيد، نسيت باش نسميها، يسموها كاميرا نايت سعيد، وهي قبائلية. لو كانت شوية أو كانت ربما كانت لم تسجن، هذا مفروغ منه، لأن كلمة قبائلي يزعج النظام كثيرا، يزعج النظام كثيرا. حتى أرجعكم إلى هذه القصة تاع كيفاش يقولوا هذا جنرال حفتر اللي تنكر أصله وقسم ليبيا وراه قادم بالشرق الليبي، ورسل ولده يحضر ولده وهو عقيد الجيش الليبي اللي سماه الجيش العربي الليبي وهو أمازيغي. شوفوا وين وصلت العنصرية والتفريق ما بين الشعب الواحد في ليبيا، وين يسبحوا الأمازيغيين ربما غادي يتقاتلوا، شكون يسيطر على طرابلس؟ وهذا ولده صدام ما عندوش بزاف، مشى لإسرائيل ودعا لإسرائيل والجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية عن طريق الموساد لمساندة ابن حفتر حتى يساعدوه لكي يصل ويحتل العاصمة ليقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. هذا هي المعلومة اللي تحصلنا عليها. على كل حال هذه باش ما نتهربش على بقية الفيديو. هنا يعني سجن هذه المناضلة كما قلت لأضع هذه المفارقة بينها وبين هؤلاء يا جماعة، هؤلاء الذين عقدوا هذا المؤتمر الخفي، ولم يكن خفيا، هو كان تحت أنظار النظام الجزائري وبحراسة أمنية مشددة. هذا المؤتمر الذي وقع في الغرب الجزائري وبالضبط في مدينة مستغانم، واللي اعطاوا له عنوان سماوه زيرو كابيل، اوبيراسيون زيرو كابيل، عملية صفر قبائلي. يعني هذا المؤتمر وتصرفات السلطة الجزائرية هي نفسها تمشي في نفس الخط في نفس المشروع، وهذا المشروع هو يجسد اليوم فوق أرض الميدان بمباركة النظام الجزائري، والمعطيات راهي موجودة يا جماعة، لا داعي لذكرها والتكرار بها في كل فيديو، راكم تعرفوها. لوبيراسيون زيرو كابيل ا بيان كومونسي، يعني إزالة كل القبائليين الموجودين في الأماكن الحساسة، وحتى ولو وجدوا ولو عينوا ويبقون تحت أوامر هذه الطغمة المندسة التي لا تظهر وهي خلف الستار، ولا ندري من يحركها، ولا ندري من يحركها. ولكن الغريب في الأمر، الغريب في الأمر، هؤلاء الذين حضروا هذا المؤتمر تاع العنصرية واللي كانوا يحضروا الإبادة الجماعية لم يسجن فيهم ولا واحد، ولا واحد تسجن فيهم إلا حد اليوم. هذا خير جواب لمن يطرح هذا السؤال، لماذا يسجن القبائليين ولم يسجن الآخرون الذين نادوا إلى التفرقة وإلى الجهوية وإلى العنصرية وإلى الإبادة الجماعية لمنطقة القبائل؟ هنا خير دليل بأن النظام هو وراء عنصريته وجهويته ضد هذه المنطقة العزيزة علينا، لولاها لما هؤلاء جلسوا فوق كارثيهم اليوم. عندنا أدلة كثيرة والأرشيف الفرنسي خير دليل، روحوا لماماكم فرنسا تعطيكم الأرشيف كيف هذه المنطقة كافحت من أجل استقلال الجزائر، وقدمت الكثير، وربما حتى ما تعرضونيش في هذا الكلام، كانت من الولايات الأولى التي تقدمت الصفوف لمجابهة فرنسا عن سيدي فرج. لم يأتي تبون أو شنقريحة أو أهاليه لكي يتصدوا لفرنسا عند مشارف العاصمة، هذا من باب المقارنة. احشموا شوية يا النظام، يا النظام الفاسد، احشموا شوية على عرضكم، اطلقوا المرأة هذه، اطلقوها، والله راهي تمسخكم في الخارج، والله راهم يضحكوا علينا بالخارج.
كيفاش يعني إرهابيين قتلوا الشعب الجزائري وقتلوا جنودنا وأبنائنا، أصبحوا شخصيات سياسية ويعترف بهم ويستقبلون كالأبطال في قصر المرادية، لا داعي لذكر أسمائهم وأنتم تعرفونهم وربما من صنعكم. باش ما نطولش عليكم، والله أختم بهذا التجمع الذي وقع في 25 سبتمبر، يعني هذه قبل كل أيام، في نفس اليوم اللي وقع في هذا التجمع في باريس أظن أمام مقر وكالة فرنسية، وقع التجمع يعني بحضور مسؤولين هذا المؤتمر العالمي الأمازيغي لو سياما لو كونغري مونديال أمازيغ في باريس، والذي ألقى كل منخرطيه وأعضائه هذه الكلمات المؤثرة وموجهة للنظام الفرنسي، الذي بالمناسبة كان من المقرر أن يحتج أعضاء هذا المؤتمر وبنمنعهم أمام السفارة الجزائرية للتنديد باعتقال هذه السيدة، ولكن السلطات الفرنسية خضعت للعصابة لتغيير المكان وغيرته عن طريق الشرطة الفرنسية حتى تتجنب ربما ظنت أن هناك مناوشات. هؤلاء القبائل هم يعني أكثر تربية من الآخرين، أكثر عقلانية وأكثر احترام، لا يمكن أن يكون هؤلاء مصدر لشغب أعمال شغب أو أعمال عنف. يعني كل التجمعات التي أنجزوها هناك هي كانت تشرف، وخاصة التجمع تاع 15 أكتوبر الماضي الذي أعطى صفعة للنظام الفرنسي والنظام الجزائري وكشف عورتهم بأنهما يعني في التنسيق متكامل، وما زيارة ماكرون الجزائر وهذا التنسيق الأمني الذي حضروه ووقعوا على اتفاقيات سرية لا نعلم بها، سموها اتفاقيات الأمنية ما بين الأمن الفرنسي والأمن الجزائري والمخابرات الفرنسية والمخابرات الجزائرية للعجب. لو ينهض اليوم الشهداء، لو ينهض اليوم الشهداء يعني لا حدث ما يحدث، لا حدث ما يحدث. هؤلاء العظماء الذين يعني وضعوا بصمتهم في تاريخ الثورة التحريرية، والله يعجب هذا النظام يعني ماشي لقدام وصدام، يعني ابري موا سي لو ديلوج، يعني ما بعد الطوفان. اهضروا ولا قعدوا ولا زقوا ولا شطحوا ولا، ولكن عقلية الأعراب هذه هي. يعني شفتوا كيفاش دمروا الأوطان تاعها، خير دليل. وحنا ربما درت لكم فيديو على هذا الشيخ نتاعهم هذا القرضاوي هذا اللي كان من المدمرين الكبار، يا للأسف هذه بين قوسين ويجوا بعض المعارضين موجودين في الداخل موجودين في الخارج، واحد في الداخل وفيها بما فيها قناة الشروق، يعني تثني على هذا الشيخ بالرغم من الدمار الذي وقع لي. 5 دول عربية كلها دمرت عن بكرة أبيها وشعوبهم شردوا، وبالرغم من هذا يعني شكروه أثنوا عليه بأنه شيخ وعالم جليل هذا المدمر كما قلت. يا للأسف لا أذكر هذا المعارض، كنت أحبه كثيرا، ولكن لما شفت المقال نتاعو هو دارو باحتشام، يعني لم يريد يعني التطرق إلى سلبيات هذا الشيخ، ولكن هو شكره كما شكره هذا العبد الذي يتبعه ويتبع تنظيمه اللي هو موجود في فرنسا وفي بريطانيا ويعرف روحه، يعني ولم يتطرق إلى هذه المآسي التي وقعت فيها هذه الشعوب التي دمرت أوطانها، ولكن لم يذكر أي شيء أي كلام خاص بهذا الموضوع. على كل حال وفي الأخير نتمنى
أنا أتمنى من صميم قلبي، وهذا فيديو متضامن مع هذه الأخت والسيدة، ونطلب من الله العلي القدير أن يطلق سراحها حتى ترجع إلى مهامها الأساسية وتناضل سلميا من أجل تحقيق ما نصب إليه نحن كأمازيغ أصحاب الأرض، أن نوحد هذه شمال إفريقيا، وسنبدأها بمنطقة القبائل. هذه منطقة قبائل أنا قلت كمشروع، أتمنى أن تكون فيدرالية أمازيغية قحة، وإن أبنائها يدرسون لغتهم الأصلية، حتى لا يكونوا أعرابا مثل هؤلاء الذين يحكموننا اليوم. هذه المدرسة التي شوهت التاريخ وزورت كل شيء، ويعني حتى الأماكن الأثرية والطرق، يعني كل شيء عربوه. يعني تمشي هذه باش نختم، والله مشيت كنت مسافر يعني إلى العاصمة، ونفوت على خرجة تاع خميس مليانة، هذا واحد الوادي اسمه وادي تيكزال، الناس اللي يفوتوا ثم يعرفوه، واد سي كلمة عربية وتيكزال يعني أمازيغية. لماذا تحرف هذا المكان، هذا الواد؟ قولوا أسيف، أسيف تيكزال، جي شابة مليحة وبنينة باش ترمز الأرض هذه واد. ما راناش السعودية هنا في العراق ولا في الكويت ولا في الإمارات ولا، وين راكم غاديين يا جماعة؟ وين؟ عربتوا الشجر والحجر والإنسان، وين راكم ماشيين؟ ربي يهديكم، رفدوا يديكم معايا، ربي يهديهم إن شاء الله لطريق صواب هاد الحكام هذو اللي ما حبوش يحشموا، ولكن فاقدين الوعي تحت التأثير هذه المشروبات الغازية، باش ما نقولش كلام واحد آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.